مرحبا يا أصدقائي، اليوم سأعرفكم على لوحات للرسامين الذين رسموا المناظر الطبيعية بطرق مميزة خاصة بهم، وهناك أسماءهم وسنوات ميلادهم ووفاتهم مكتوبة في جانب اللوحات أو أسفلها، فلاحظوها وألقوا عليها نظرة. هذا عمل ريني ماغريت. ما الذي يسقط من السماء بدل المطر؟ نعم، رجال يرتدون بدلات ينزلون، إنه مميز جدا، أليس كذلك؟ تسمى اللوحات الغير واقعية مثل هذه بالسريالية لأنها تتجاوز الواقع. هذا أيضا عمل ماغريت، هذا أيضا غير واقعي على الإطلاق، أليس كذلك؟ الخلفية عبارة عن أرض واسعة وجبال شاسعة، وأمامها بشكل غير منسجم زجاجة ضخمة وعليها سحابة. إنه منظر ليس طبيعيا حقا، لكن لسبب ما تبدو السحابة الموجودة فوق تلك الزجاجة ناعمة وحلوة جدا، أليس كذلك؟ هذا عمل فلاديمير كوش. كثيرا ما يظهر بيض في أعماله. يقال أن بالنسبة للرسام يرمز البيض إلى الشمس المشرقة وبداية الحياة. إنه غير واقعي، لكن ربما لأنه رسم كأنه حقيقي. أظن أنني إذا واصلت النظر إليه أخطئ في الأمر، على إنه واقع دون أن أدرك ذلك. إنه عمل خيالي يعطي إحساسا قويا ومذهلا. هذا عمل جوستاف كليمت. عند النظر إليه نلاحظ إنه مسطح للغاية، لدرجة يصعب علينا الشعور بالمنظور، والألوان المنوعة تلفت أنظارنا. تبدو القرية التي في مكان محاط بالبحيرة وجبال هادئة للغاية. هذا أيضا عمل كليمت. إحساس الألوان الأكثر قوة وإبهارا من العمل الذي رأيناه للتو. بالنظر إلى المنازل الصغيرة أدناه يمكننا أن نشعر بمدى مساحة الجبل، مع إنه رسم هذه اللوحة بالألوان البسيطة. أرى إنه عمل يمكننا أن نشعر فيه بشخصيته الفريدة. هذا عمل بيتر دويغ. الشعور العام لهذا العمل هو دافئ وحالم، ربما لأن المنزل الأحمر الواقع في الوسط يلفت أنظارنا. هناك إحساس حالم كما لو كان يطفو في الهواء. وهل ترون أشكال الناس في المقدمة وهي موجودة فقط كالظلال؟ لماذا رسم الرسام بهذه الطريقة؟ حاولوا أن تتخيلوا بحرية. هذا أيضا عمل بيتر دويغ. على عكس إحساس اللون الساطع الذي رأيناه للتو، فقد رسم هذه اللوحة بلون أغمق نسبيا، ومع ذلك لا يزال الشعور الناعم والحالم يملأ الشاشة. تخيلوا أنتم أيضا أنكم تعبرون جسرا بالألوان قوس قزح، وأنتم تنظرون إلى النهر الهادئ في ليلة مرصعة بالنجوم مثل هذين الشخصين في الوسط. مجرد التفكير في الأمر يجعلني أشعر بالسلام والسعادة. هل استمتعتم بالنظر إلى اللوحات؟ هذه المرة أحضرت هذه الصورة لأنني أردت أن أعبر عن إحساس الحالم بخلفية المساء. سنرسم على أساس شكل منطاد الهواء الساخن وإحساس الخلفية، ولكننا سنرسم مع تغيير بسيط بالأشكال. إذن فلنبدأ من الآن. نعم،
قد أكملت الرسم التخطيطي هكذا مسبقاً. أولاً سأمسح الخطوط بالمنحات حتى لا يتبقى من الرسم التخطيطي إلا الخطوط الناعمة، ثم سنلون القمر ومنطاد الهواء الساخن بالأقلام الألوان. وسنلون غيوم السماء بالألوان الشم، ونريد تلوينها باللون الرمادي لأنها سماء المساء. ثم سنلون السماء بالألوان المائية، وكلما ننزل إلى الأسفل نغير الألوان للون الأفتح. سنلون السماء بمزيد من التفصيل باستخدام أقلام الشمع وأقلام الألوان.
وفي آخر مرحلة نضع طلاء إكريليك الأبيض في قلم الرصاص للتعبير عن النجوم في الجزء. وفي الجزء السفلي سنرسم تناسر البطلات. نعم، قد اكتمل كل شيء. أنتم أيضا يا أصدقائي، أتمنى أن ترسموا وأنتم تتخيلون مناظر تشعرون بها أنتم فقط وليس المناظر الحقيقية. إذن نتقابل في المحاضرة القادمة.